النظام الجديد السياسي الرئيس الطاقه اكتملت وهتكون في ايد الولاد يوم 22 ديسمبر. دي اكبر ثوره تعليميه في تاريخ مصر الحديث. يعني بعد اقل من اسبوعين حضراتكم هتفتحوا الكتب وتشوفوا المعلمين هيكتبوا الكتب شكلها ايه؟ الفصول بقى شكلها ايه؟ هنشتغل مع بعض عشان نتخيل سوا. طبعا مهما اتكلمنا لازم نشوف عينيك، فاحنا تشوفوا قريب جدا اللي انا بقوله. 2.5 مليون طالب ان شاء الله هيخشوا هذا النظام خلال اقل من اسبوعين. احنا خلصنا تاليف المناهج والكتب الجديده ودليل المعلم لكل مندب، والاختلاف عن السنوات السابقه اختلاف كبير طبعا، ان احنا هنطبع دليل معلم لكل معلم في رياض الاطفال وفي الابتدائي. مش هنسيبه في المكتبة هنسيب نسخة واحدة، لا هنطبع لحوالي 100,000 معلم في جميع التخصصات دليل المعلم المصاحب ليه.